تمرين للاعبين تايكواندو جدا مهم. راح اعمل اول راح اشتغل راح اصور لكم اليوم اول اربع حركات او اول خمس حركات من البومسي فور. البومسي الرابعه في لعبه التايكواندو. المهتم بالبومسة مهتم باساسيات البومسة يتابع التمرين الاخير. راح انفذ البومسة الرابعه على ثلاث فيديوهات. اليوم راح يكون الجزء الاول من البومسة الرابعه، راح ابدا فيه من البدايه بشكل بطيء، اعيد الحركه اكثر من مره لحتى تستوعبوا عليها اكثر. لا تنسوا الاشتراك بالقناه، فعلوا زر الجرس وشيروا الفيديو لحتى تنتشر القناه لاكبر عدد من الناس يستفيدوا منه. طيب راح ابدا في البومسة الرابعه بعد تشيلد التحية، بعدين واقف وضعية الجمي. طيب رح ابدا اول حركة بالبومسة الرابعة، ايدي مفتوحين بهالشكل، افتح رجلي اليسار تيت كوبي، رفع الاثنين مع بعض، ارجع اجهز ايدي. قبل ما اعمل اي شيء اجهز ايدي، افتح رجلي اليسار وانزل وضعيه التيت كوبي، وانا عامل فيديو كامل عن وضعيه وقفه التيت كوبي ووضعيه التيت كوبي هاي، راح احط لكم اياها بعلامه الايفون، واحط لكم كمان الرابط بصندوق الوصف. جهزت ايدي، فتحت رجلي اليسار تيت كوبي، صديت، ارجع عيد. جهزت ايدي، فتحت اليسار، صديت، عيد. لازم نعيد التمرين في البيت لحالنا لحتى نعمل الحركة صح، تصير الحركة مظبوطة معنا. إذا ما عدنا التمرين، ما عدنا الحركة أكثر من مرة، ما رح نعرف نظبطها. أول حركة هاي صرنا وقفتي تيت كوبي، إيدي مفتوحين بهالشكل، صار الدفاع وجسمي نازل. الحركة الثانية أمشي أب كوبي وأضرب إيدي. أي أنا كنت هون. أول حركة جمعت إيدي، فتحت التيت كوبي وصديت. الحركة الثانية بدي أمشي أب كوبي باليمين مع مشيتي، يعني أنزل إيدي اليسار وأضرب إيدي اليمين على مستوى البطن، الأصابع يدي، إيدي اليسار من تحت، أرجع عليه. جهزت إيدي، تيت كوبي مكاني، صديت، أمشي أب كوبي، نزلت إيدي مع المشي وضربت باليمين، وضعت الوقفة أب كوبي، إيدي مفتوحين. واحدة نازلة تحت الكوع والثانية ضاربة في البطن، أصابع إيدي. أرجع أعيد آخر مرة، جهز إيدي، فتحت رجلي اليسار تيت كوبي، صديت، مع مشيتي روح ضارب. ما بصير أضرب برا جسمي، لازم يكون ضرب على جوا الجسم، جوا منطقة الجسم. تمام؟ طيب نفذ الجهة اليسار هاي 10 مرات لكل حركة، هاي الحركة الأولى 10 مرات، أخلص 10 مرات، خلصت 10 مرات، بعدين أعمل الحركة الثانية كمان 10 مرات، مع بعضهم 10 مرات، يعني أنا هون هاي 1 2 أرجع هاي مرة 1 2 مرتين 1 2 الجهة هاي خلصنا 10 مرات، نروح هلا على الجهة الثانية جهة اليمين. أنا جاهز هون، استعد، جهزت إيدي تيت كوبي اليمين، صديت، بعد ما صديت او خلينا بالصد، صديت هون، جهزت ايدي، فتحت تيت كوبي، صديت 1، ارجع عيد. جهزت ايدي، فتحت تيت كوبي 2، جهزت ايدي، فتحت تيت كوبي 3 مرات لحتى يصيروا 10 مرات. تمام، بعدين بمشي بالاجرية الثانية. انا هون الحركة الثانية كانت أب كوبي مع الضرب، 1، أرجع عيد، 2، أكرر التمرين 10 مرات،
ثلاثة أربعة. ما بصير أسرع في البومسة، لازم أكون عم بشتغل بتركيز، ما بصير أعمل هيك بسرعة أمشي بسرعة، لا لازم أكون في عندي تركيز. صديت أول حركة كنت هون، أمشي بالثانية وأنا مركز أضرب، أرجع عادي، كنت هون أنا مركز أضرب كمان 10 مرات. أوكي، كل حركة نعملها 10 مرات. هلا رح نعمل الحركتين اللي على اليمين كمان 10 مرات. أنا واقف هون، جهزت إيدي، نزلت تيت كوبي باليمين، صديت إيدي اثنين، مشيت وضربت، هاي واحد، جهزت إيدي، تيت كوبي يمين، صديت، مين، جهزت إيدي، تيت كوبي يمين، صديت، ثلاثة. كمان نكرر التمرين 10 مرات. صار عملنا جهة اليسار حركتين، واحد اثنين 10 مرات، بعدين اليمين واحد اثنين 10 مرات. هلا ندمجهم مع بعض، رح اعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة كمان 10 مرات. واحد، جهز ايدي، صديت مع تيت كوبي، مشيت وضربت، ألف أصد، أمشي أضرب، أرجع عيد، جهاز ايدي، واحد اثنين. لازم اوضح الاركوبي، هاي لفيت على طول تيت كوبي، ثلاثة اربعة، لازم اوضح الاركوبي كمان، نعيدها كمان مرة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، 10 مرات. بعد ما اخلص اللي عملته كل 10 مرات بلتفت على الحركة الخامسة، من هون كنت أحول أبكوبي يسار للأمام، جيبي بوم وتشيكي، أحول بعد ما خلصت، كنت هون أضيف الحركة الخامسة، أحول إجري اليسار أبكوبي، إيدي الاثنين، وحدة ضرب وحدة صد، جيبي بوم وتشيكي، تمام؟ أرجع عيدها، كنت هون جهزت ايدي، حولت اركبي للامام، صد مع ضرب، ارجع عليه، كنت هون حولت اركبي يسار، ايدي اثنين، صد مع ضرب، جيبي بوم موكشيكي، صد باليسار وضرب باليمين. هيك كانوا 5 حركات لليوم للبومسة الرابعة، أول 5 حركات من البومسة الرابعة. نعيدها 10 مرات الحركة الأخيرة، هاي الأخيرة، بعدين نعيد التمرين كامل، ال5 حركات كاملة كمان 10 مرات. أبدأ من هون، واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة، اوكي كمان مرة، جهز ايدي، صديت مع تيت كوبي، شيت اب كوبي، ضربت سيف اليد، لفيت على جهة اليمين نفس الشيء، نفس الحركة اللي عملتها على اليسار اللي عملها على اليمين، كمان مشيت اب كوبي وضربت سيف اليد، هون صد مع الضرب، الحركة الخامسة، تمام؟ بتمنى يكون عجبكم التمرين، جدا مهم وجدا جدا، ناس كتير بتعاني منه، ناس كتير أوضاعها خطأ، ناس كتير دفاعاتها غلط، طلاب كتير بتعاني من الموضوع هذا. البومسة الرابعة صعبة مش سهلة، ما هي سهلة أبدا. أي حدا بيهتم بالبومسة بحب يستفيد يكتب لي بطريقة تحت أفيده. اوكي، استنوني بالاجزاء الجايه من بوم 7 حتى نكملها. لا تنسوا الاشتراك بالقناه، فعلوا زر الجرس وشيروا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد من الناس. سلام.